لا زالت ردة فعل مدرب برشلونة رونالد كومان في المدرجات محل سخرية وتداول في السوشيال ميديا بسبب خسارة فريقه مساء السبت الماضي أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد. وعلق كومان بعد المباراة لصحيفة ماركا الإسبانية قائلا: كنا نستحق أكثر في المباراة، ولكن كالعادة المباريات تحسم في أوقات معينة ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا. التعليقات الساخرة طالت أيضا رئيس برشلونة السابق بارتيميو، فنشر جمهور فريق أتلتيكو مدريد صورة تهكمية وضعوا صورة تشبيهية له مع لقب الأسطورة في إشارة للعمل المدمر الذي قام به عندما كان في منصب رئيس البرشا، حيث تولى بارتيميو رئاسة برشلونة لفترة 5 سنوات وتسبب في مشاكل مالية كبيرة لنادي برشلونة بسبب سوء الإدارة المالية. وطبيعي أن الصحافة الكتالونية تستقبل الهزيمة بموجة غضب كبيرة، حيث تعتبر هذه النسخة هي الأسوأ منذ سنوات طويلة في مشوار برشلونة. الخروج المتتالي في دوري أبطال أوروبا آخر 6 سنوات وبنتائج مهينة كلها أثرت على قيمة الفريق ككل. وفي الجهة المقابلة أيضا ريال مدريد يعاني من الابتعاد عن منصات التتويج مثل ما حدث الموسم الماضي بدون أي لقب. الفريقين فقدوا بريقهم في السنوات الأخيرة، أصبحوا في معاناة فنية ومادية. هذه الظروف أثرت بشكل واضح على مستوى نتائجهم. البرشا يعاني من بداية الموسم، والريال انهزم مؤخرا ضد فريق غير معروف أوروبيا في دوري أبطال أوروبا وحتى على مستوى الدوري الإسباني. فعشاق ريال مدريد وبرشلونة اعتادوا لسنوات طويلة الحفاظ على أبرز نجوم الفريق مهما كانت الإغراءات المالية. ليس ذلك فقط، بل تعاقد قطبي إسبانيا مع كبار النجوم في السنوات السابقة. كانت المنافسة من يجلب اللاعب الأفضل. ما فماش صفقات تذكر لبرشلونة أو ريال مدريد في الميركاتو الأخير، وسبب يمكن كذلك الماديات أو فيروس كورونا وتأثيره المادي على الفرق هذوما، وبين قوسين فرق العالم استغلت تعثر الريال والبرسا المادي وانتدبت نجوم برشلونة، كبار برشلونة سامي، نحكي على كريستيانو، نحكي مثلا على ميسي كذلك وأكثر من لاعب آخر. الريال انتدب ألبا فقط وفي صفقة انتقال حر ولاعب كبير يعني حتى في العمر. بالنسبة للبرسا أغويرو كذلك من مانشستر سيتي، صفقة انتقال حر على ما أعتقد، إريك غارسيا، إيميرسون من ريال بيتيس، الأعمار أعمار ممفيس ديباي من ليون، أعمار لاعبين كبيرة، لكن مش هذه الأسامي التي تعودنا نراها دائما في البرسا أو ريال. لكن في عصر جائحة فيروس كورونا اختلفت الصورة وتغيرت تماما بسبب معاناة قطبي لا ليغا من الأزمات المالية. اضطروا للتخلي عن لاعبين مميزين من أجل توفير المال لحل الأزمات الاقتصادية، وتحركت الأندية الإنجليزية والإيطالية والفرنسية لضم أبرز نجوم مدريد والكتالان. فباريس سان جيرمان نجح في ضم ليونيل ميسي في صفقة انتقال مجانية عقب نهاية عقده مع برشلونة، كما تعاقد مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس بسبب فشل فلورنتينو بيريز في التوصل لاتفاق مالي مع اللاعب في صيف 2020. أشرف حكيمي أيضا تم الشراء من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، وهو الآن يعتبر من أفضل لاعبي العالم في مركزه. بينما في صيف 2021 ضم توتنهام البرازيلي الدولي إيميرسون الظهير الشاب من برشلونة مقابل حوالي 25 مليون يورو. كورونا أثرت على كل فرق العالم، ليس البرسا والريال حصرا ولكن كل فرق العالم، لكن يمكن ما نتضرر كثيرا. يمكن البرسا والريال، البرسا نوعا ما أكثر، نتفكر الموسم الفارط تنقل فريق البرسا لأول مرة في تاريخه بحافلة. طبعا هذه الخسائر كانت أكبر من اللي كانت تتوقعها الأندية بمرتين ونص. فأظهرت القوائم المالية لفريق برشلونة أن الإيرادات بلغت 631 مليون يورو، أي أقل بنسبة 24% من الميزانية التقديرية لموسم 2020 و2021. هذه الإيرادات يقابلها 1,136,000,000 يورو كإجمالي نفقات للنادي الكتالوني، واللي يطلع في الموسم الحالي لتحقيق إيرادات تبلغ 765,000,000 يورو أو 21% أكثر من الموسم الماضي بفضل إعادة الافتتاح التدريجي لمرافق النادي. يعني فعلا من كان يتخيل أن فريق مثل برشلونة يوصل هالمرحلة من الضعف، مثل خسارته أمام نادي بنفيكا بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.